حميد موساوي، تقني في الأنظمة التلقائية، أنا أوتوماتيسيان. صراحة الفكرة جات بأن المجتمع ديالنا ولا المغرب طيح في واحد الأزمة اللي هي كبيرة، اللي هي جائحة كورونا. يعني قلنا أننا كنفكروا شنو باش غنفيدوا بلادنا. صراحة حاولنا نفكروا في شي حاجة اللي هي سامبل، واخا ماشي هي شي حاجة شي براعة اختراع، ولا هو بروجي اللي اي واحد ممكن يديرو. هو كتكون واحد الانيسياتيف من بنادم انه يقدر يدير شي حاجه اللي تفيد بلادو، وانها ترجع بالنفع ولو بجزء صغير، لان هاد الوقت حنا ولينا كنتمناو نرجعو هي كما كنا، هي حياتنا القديمه. يعني هي شي حاجه اللي تخلينا حتى واحد ولا ما ولا ولينا وحشين هي حياتنا القديمه، ما محتاجين حتى شي حاجه. يعني اول حاجه بغينا هي اننا نعاونوا المجتمع ديالنا ومساكنه مكناس بهاد الآلة اللي هي آلة تعقيمية، فيها بزاف ديال لي زافونتاج. حاولنا كل مرة نزيدو شي حاجة هي بسيطة ولكن صعيبة، باش أنك أي واحد راه يديرها، ولكن الصعيب اللي فيها هو أنك تأدابتيها مع لي بوزوان ديال الناس. كل واحد وكاين البوزوان ديالو، واحد باغي يغسل الرجلين، واحد باغي يغسل الراس، واحد باغي عنده لاكادونس طالعة ديال الفلوزين، كل واحد وشنو. حاولنا نغياليزيو هاد البروجي. هو واحد الممر أوتوماتيكي، انك انفو كدوز قدامه كي ديكلونشا اوتوماتيكمون. تقدر انت تزيد في الوقت، يعني تزيد شويه ديال الوقت ولا هذا كتحكم. وحاولنا نديرو فيه ميزات اللي هي بحال هاد الشبكه اللي هي متقبه، هي طول بيرفوري بصحيحه شي شويه مزيان، ودرنا تحت لنا واحد الباك اريتونسيون. علاش؟ باش داك الوسخ اللي في الرجلين وشي حاجه اللي غتعقم الرجلين ينزل لتحت، ودرنا لها اون فان ديال باش انه يتيفاكيو هذاك البرودوي لبرا. وكاينه واحد الميزه اخرى اللي هي هاد الشبيكه، انك تقدر تسهل في النيطويات، شي تيو صغير نيطويات دغيا. حاولنا نديرو هاد لا ليكوبون باش ما لا سوبرفيسي ديالو ما تشد حتى شي حاجه دوسخ. وزدنا ميزه اخرى هي اللي درناها كومباكت، ان ما تلقى لا تيو برا لا حتى حاجه، كلشي لداخل. درناه من الجهه الاخرى اللي هي هاد الصندوقه. حاولنا نديرو واحد الكليراج، علاش؟ على الناس تا بالليل، لان ممكن نتمنوا ان نرجعوا لحياتنا اليوميه، نلقاو هادشي قدام الجامع، لان واخا كاع تمشي جائحه كورونا غيبقى فينا داك الهاجس وداك المرض ديال ان كاينين دي فيروس، كاينين بزاف ديال الحوايج. يعني نتمناوه بالليل وبالنهار غيولي خدام، وحنا غنصوب ماكسيموم اللي قدينا نعاونوا فيه مدينتنا ونعاونوا فيه بلادنا، حنا مستعدين ليها. هو الفكره كما قلت صراحه هي باش غتفيد بلادك في هذه المرحله. راه ازمه اللي راه كما قلت كلنا كنتمنوا نرجعوا لحياتنا القديمه، ماشي زعما ولينا كنطلبوا شي حاجه اللي هي كبيره. اي واحد دابا ولا كيبان له حياته القديمه زوينه. يعني الفكره باش جات هذا المشروع هي ان ضروري اننا نفكروا باش نعاونوا البلاد. حنا كتقنيين هاد المجموعه ديال الدراري صحابي وهذا، حاولنا نتعاونوا، خرجنا هاد البرودوي. يعني برودوي اللي هو نحاولوا الماكسيموم نوزعوه على الناس، ما كرهناش نوزعوه فابور، مي راك عارف الكونترانت ديال ان كاين ماده وكاين هنايا بزاف د الحويجات اللي عنده ساكود، يعني عندهم واحد الثمن خصهم تشري بهم. لي اكسسوار كاينين، درنا هادو بالنسبه لهادو راهم موبيل كتحيدهم، تقدر تحيدهم.
درناهم على ود الناس يعني لي زونديكابي يعني الناس اللي ما نسيناهمش يعني ذوي الاحتياجات الخاصه ما نسيناهمش. وبلوس كاينين الناس اللي كيبغيوهم في دي شاريو كيبغي يدوز في شاريو كيدوز بالشاريو سامبل يدوز ويدوز بحالو. وهذا او ميم طون حتى هو ديبلاسابل كي ديبلاسابل ديال لي غو. واش نقول لك لي بوز سوفيستيكي ما باينينش يعني شي حاجه لهذا. هو قابل انك تزيد فيه يعني بزاف ديال لي بوز لي ديفيرون بوز تركبهم فيه. هذا مكان هما اغلب الشركات هما شركات نسيج يعني اللي كيحاولوا انهم يخليوا لا برودكسيون ديالهم في هاد الوقيته. ناس اللي كيحاولوا يديروا الماكسيموم ديال الحمايه كيحاولوا الحمايه. ولكن انسان كيكون مريض باش غتحمي راسك كدير الكمامه؟ ما غاديش تحمي الكمامه غيحمي كيبيع عليه هو. مي الا هو قاص يدو في حوايج ولا شي حاجه وقاص شي حاجه حداك هما بعدا هاد الاله كديزانفيكتي. بالنسبه للشركات كاينين دي دوموند كل نهار الحمد لله يعني ناس كيشجعونا كيسولوا فينا هذه شنو بغينا. ونتمنوا حنا دابا لحد الان يعني يعني كما كيقولوا السلطه المحليه ولا الشان المحلي مازال دابا ما تهتموش بالناس المكناس. نتمنوا ان تكون التفاته باش اننا اومو نعطيو داكشي اللي عندنا ماشي باش نتخلصوا اومو نعطيو شي حاجه كما الاخر طلع غنى و كما كيقولوا بان وراه شرف المغرب. حنا بغينا نشرفوا المغرب ولو باقل حاجه. اقل حاجه هي اننا نديروا لمسه ديالنا وتكون يعني بالرضا ديال ولاد الشعب. هذا هو المهم. جلسوا في داركم. هذه هي الرساله ونتمنى نرجعوا لحياتنا اللي كنا فيها. هذا هو المهم. تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.